السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن ملخص مباراة برايتون وليفربول في الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي، المباراة اللي كانت بتقام على ملعب برايتون في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وكانت المواجهات السابقة ما بين الفريقين في آخر 6 مواجهات، فوز فريق ليفربول في مباراتين وفوز فريق برايتون في مباراة وتعادل الفريقين في 3 مباريات، وقدر فريق ليفربول ان هو يسجل 11 هدف، اما فريق برايتون فسجل 8 اهداف، وكان اكبر فوز لفريق ليفربول على برايتون بنتيجة 3-1 في الدوري الانجليزي في 8/7/2020، اما اكبر فوز لفريق برايتون في الدوري الانجليزي على ليفربول كان بنتيجة 1-0 في 3/2/2021. وقبل بداية المباراة كان فريق ليفربول في المركز السابع برصيد 28 نقطة، اما فريق برايتون ففي المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بمعنى ان الفرق ما بينهم نقطة واحدة. ودلوقتي هنتكلم عن احداث المباراة التي فاز فيها فريق برايتون على فريق ليفربول بثلاث أهداف مقابل لا شيء في مباراة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، المباراة اللي كانت بتقام على ملعب برايتون في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. ودلوقتي هنشوف تشكيلة فريق ليفربول، فخليكم معانا نشوف التشكيلة وارجعوا لنا تاني. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التشكيلة عشان نتكلم عن أحداث المباراة. من الدقيقة 1 للدقيقة 15 فسيطرة من لاعبي فريق برايتون على مجريات الدقائق الأولى من المباراة، فكرة عرضية من لاعب برايتون ولكن دفاع فريق ليفربول بيتصدى للكرة، وكرة عرضية من لاعب برايتون ولكن دفاع فريق مانشستر فريق ليفربول بيتصدى للكرة لكي تخرج إلى ركلة ركنية، وكرة طولية من لاعب برايتون ولكن الدفاع بيتصدى للكرة، وعرضية من لاعب برايتون ودفاع فريق ليفربول بيتصدى للكرة إلى ركلة ركنية، وعرضية أخرى من لاعب برايتون ورأسية وحارس مرمى فريق ليفربول بيتصدى للكرة، وعرضية من لاعب برايتون ولكن دفاع ليفربول بيتصدى للكرة. ومن خلال الهجمات اللي فاتت كلها يتضح ان فريق برايتون مسيطر سيطرة تامة على الدقائق من الدقيقة 1 للدقيقة 15 من الشوط الاول. ودلوقتي هننتقل للدقائق من الدقيقة 15 للدقيقة 30، فضغط من لاعبي فريق برايتون وسيطرة من لاعبي برايتون على الكرة في وسط الملعب، فتسديدة من لاعب فريق برايتون ولكن تصطدم بالدفاع، وعرضية وإبعاد من دفاع ليفربول، وتسديدة من لاعب ليفربول ولكن بتصطدم بالدفاع، وتسلل على لاعب ليفربول، وتسديدة من لاعب ليفربول ولكن إلى خارج الملعب، وتوغل من لاعب ليفربول وتسديدة ولكن حارس فريق برايتون بيتصدى للكرة، وتسديدة أخرى إلى خارج الملعب، وتسديدة من لاعب برايتون وتمر بجوار مرمى فريق ليفربول. وفي هذه الدقائق اتضح ان فريق ليفربول بدأ شوية يخش في اللقاء ولكن على استحياء، وفريق برايتون برضو ظهر بصورة جيدة في هذه الدقائق، لكي يكون تبادل اللعب في هذه الدقائق كان ما بين فريق برايتون وفريق ليفربول. اما من الدقيقة 30 للدقيقة 45 فكان هناك ضغط من لاعبي برايتون في وسط ملعب ليفربول والبحث عن الهدف الاول لصالحهم، وتمركز دفاعي من فريق ليفربول وسيطرة وتمريرات ما بين لاعبي برايتون وسط الملعب وتحضير لبناء هجمة. ففي هذه الدقائق تسديدة من لاعب برايتون وتصدى لها حارس مرمى فريق ليفربول، وعرضية من لاعب برايتون وتصدى لها دفاع ليفربول، وسقوط من لاعب برايتون داخل منطقة الجزاء، والحكم يعود إلى تقنية الفار ولكن لم يحتسب شيء واحتسب الكرة تسلل بعد العودة إلى تقنية الفار،
والحكم بيحتسب دقيقتين وقت بدل ضايع في الشوط الأول وتسديدة من لاعب برايتون وحارس مرمى فريق ليفربول بيتصدى للكرة، لكي ينتهي الشوط الأول بتعادل فريق برايتون مع فريق ليفربول بدون أهداف في مباراة الأسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي، المباراة اللي كانت بتقام على ملعب برايتون في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. وليفربول يا سادة محظوظ في الخروج بدون دخول أي أهداف في مرماه، ولم يفعل أي شيء لكي يسجل أهداف في هذا الشوط الأول فريق ليفربول. ودلوقتي هنتكلم عن إحصائيات الشوط الأول من المباراة. فالتسديدات كانت 6 لفريق برايتون و3 لفريق ليفربول، أما التسديدات اللي على المرمى فكانت 3 لفريق برايتون ولا شيء لفريق ليفربول. والتمريرات كانت 305 تمريرة فريق برايتون و174 تمريرة ليفربول، ودقة التمرير كانت 87% فريق برايتون و77% فريق ليفربول، والأخطاء كانت 6 عند فريق برايتون و6 عند فريق ليفربول. الكروت الصفراء 1 لفريق برايتون و2 لفريق ليفربول، والكروت الحمراء لا شيء عند فريق برايتون ولا شيء عند فريق ليفربول. أما التسلل فكان 2 لفريق برايتون واثنين لفريق ليفربول، والركنيات 4 لفريق برايتون ولا شيء لفريق ليفربول. اما الاهداف فكانت لا شيء لفريق برايتون ولا شيء لفريق ليفربول. وبتحليل ارقام الشوط الاول يتضح ان برايتون كان الاحسن في هذا اللقاء، لدرجه ان تسديداته كانت اكتر في الشوط الاول، والتسديدات اللي على المرمى كانت اكتر لفريق برايتون. في ظاهره اول مره تحصل برضه في هذا الموسم لفريق ليفربول، ان هو لم يسدد ولا تسديدة على المرمى بتاع فريق برايتون لكي يخرج صفر التسديدات في الشوط الاول، والاستحواذ كان اكتر لفريق برايتون وده باين في اداء المباراة حتى الان. اما التمريرات فكانت اكتر برضو عند فريق برايتون، ودقة التمرير كانت اكتر لفريق برايتون. اما الاخطاء تساووا فيها هما الاثنين كل منهم بست اخطاء، والكروت الصفراء كانت اكتر عند فريق ليفربول، وده نتيجة الأخطاء الكثيرة اللي عملوها في الشوط الأول. والكروت الحمراء الحمد لله المباراة خالية من الكروت الحمراء، والتسلل تساوي في التسلل تسللين لكل فريق، والركنيات كانت أكتر لفريق برايتون في هذا الشوط، لدرجة أن فريق ليفربول لم يحصل على ولا ركنية في هذا الشوط لأنه ما وصلش المرمى برايتون في كور كتير. أما الأهداف فكانت لا شيء عند فريق برايتون ولا شيء عند فريق ليفربول. ودلوقتي هنبدأ ببداية الشوط الثاني، من الدقيقة 45 للدقيقة 60 هدفان لفريق برايتون في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، واستحواذ من لاعب فريق برايتون على الكرة أمام فريق ليفربول. ففي الدقيقة 47 الهدف الأول لصالح فريق برايتون على فريق ليفربول، والهدف جه عن طريق عرضية من لاعب برايتون وتسديدة تهز شباك مرمى فريق ليفربول. وفي الدقيقة 52 يعني بعدها بثمان دقايق الهدف الثاني لصالح فريق برايتون، لكي تصبح النتيجة 2-0 لصالح برايتون في مفاجأة وسط ذهول من لاعبي فريق ليفربول ووسط ذهول من المدير الفني يورجن كلوب في هذا اللقاء. فتبريرة طولية من لاعب برايتون وتسديدة الكرة إلى داخل شباك فريق ليفربول لكي تصبح النتيجة 2-0، وكرة عرضية من لاعب ليفربول ورأسية وتصدى لها حارس مرمى فريق برايتون، وتسديدة من لاعب برايتون ولكن إلى خارج الملعب. ففي هذه الدقائق يا سادة فريق برايتون خطف فريق ليفربول في كرتين، قدر إن هو يسجلهم بهدفين ويتقدم في النتيجة وسط ذهول زي ما قلنا من جمهور فريق ليفربول والمدير الفني لفريق ليفربول ولاعبي ليفربول داخل الملعب. ومن الدقيقة 60 للدقيقة 75 فتمريرات ما بين لاعبي فريق ليفربول في وسط الملعب والبحث عن الهدف الأول، وتسديدة من لاعب برايتون ولكن حارس مرمى فريق ليفربول يتصدى للكرة، وعرضية من لاعب برايتون ولكن تخرج إلى ركلة ركنية، وعرضية من لاعب ليفربول ولكن حارس برايتون بيتصدى للكرة، وتمريرة من لاعب برايتون ولكن الدفاع بيتصدى للكرة، وتسديدة من لاعب برايتون والدفاع بيتصدى للكرة،
هندخل على الدقيقة 75 للدقيقة 90 في هدف ثالث لصالح فريق برايتون، ونقلات ما بين لاعبي فريق برايتون في وسط الملعب وسيطرة على الكرة، فتسديدة من لاعب فريق ليفربول ولكن بتمر بجوار المرمى، وتسديدة من لاعب فريق ليفربول وحارس مرمى برايتون يتصدى للكرة، وفي الدقيقة 83 الهدف الثالث صالح فريق برايتون على فريق ليفربول. فمجهود رائع من لاعب برايتون وتسديدة إلى داخل شباك فريق مرمى ليفربول لكي تصبح النتيجة 3-0 لفريق برايتون. تسديدة من لاعب برايتون ولكن دفاع فريق ليفربول بيتصدى للكرة، وتسديدة من لاعب برايتون ولكن تصدي من دفاع فريق ليفربول، وثلاث دقائق وقت بدل ضايع في الشوط الثاني، وعرضية من لاعب فريق ليفربول ورأسية وحارس مرمى برايتون بيتصدى للكرة لكي ينتهي الشوط الثاني بفوز فريق برايتون على فريق ليفربول بثلاث أهداف مقابل لا شيء في مباراة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، المباراة اللي كانت بتقام على ملعب برايتون في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. وطبعا هنتكلم عن إحصائيات الشوط الثاني لمباراة فريق برايتون وفريق ليفربول. فبرايتون كان سدد 16 تسديدة قابلها 6 تسديدات من فريق ليفربول، أما التسديدات اللي على المرمى فكانت 9 لفريق برايتون و2 لفريق ليفربول، والاستحواذ كان 62% فريق برايتون و38% فريق ليفربول، أما التمريرات ف 630 تمريرة فريق برايتون و391 تمريرة فريق ليفربول، ودقة التمرير كانت 87% لبرايتون و82% لفريق ليفربول. الأخطاء كانت 8 لفريق برايتون و15 لفريق ليفربول، والكروت الصفراء 1 فريق برايتون و3 ليفربول، والكروت الحمراء الحمد لله لا شيء عند فريق برايتون ولا شيء عند فريق ليفربول. أما التسلل فكان 4 لفريق برايتون و2 لفريق ليفربول، والركنيات كانت 7 لفريق برايتون و1 لفريق ليفربول، والأهداف كانت 3 لفريق برايتون ولا شيء لفريق ليفربول. فأرقام الشوط الثاني تترجم سيطرة فريق برايتون على مجريات اللقاء بالكامل، والدليل على كده الثلاث أهداف اللي سجلوهم لاعبي فريق برايتون في هذا اللقاء. فبتحليل أرقام الشوط الثاني فالتسديدات كانت أكتر لفريق برايتون، والتسديدات اللي على المرمى كانت أكتر أيضا لفريق برايتون، والاستحواذ كان النسبة الأكبر عند فريق برايتون، والتمريرات كانت أكتر عند فريق برايتون هي، ودقة التمرير أيضا كان لفريق برايتون. أما الأخطاء كانت أكتر عند فريق ليفربول، وده نتيجة الضغط اللي عملوه عليه فريق برايتون، والكروت الصفراء كانت أكتر عند فريق ليفربول، وده نتيجة الأخطاء الكثير اللي ارتكبوها فريق ليفربول في هذا اللقاء. والكروت الحمراء الحمد لله ان الفريقين ما حصلش عندهم كروت حمراء في هذا الشوط، والتسلل كان اكتر لفريق برايتون، والضربات الركنية كانت اكتر عند فريق برايتون نتيجة الضغط اللي كانوا عاملينه على فريق ليفربول. اما الاهداف فكانت اكتر لفريق برايتون في هذا اللقاء عشان يفوز في النهاية بهذا اللقاء، فبرايتون في المركز السابع برصيد 30 نقطة، وليفربول يصل إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة. ودلوقتي هنشوف صور مباراة فريق برايتون وفريق ليفربول، فخليكم معانا شوفوا الصور وارجعوا لنا تاني. ورجعنا لكم بعد ما شفنا الصور عشان في النهاية بنبارك لفريق برايتون على هذا الفوز الكبير على فريق ليفربول. ليفربول عنده مشكلة في كل الخطوط يا سادة، عنده مشكلة في خط الدفاع، وعنده مشكلة في خط الوسط،
وخط هجومه منفصل تماما عن خط وسطه، والاتنين ما بيساعدوش بعض. ففريق ليفربول الأداء سيء جدا في هذا الموسم، وده نتيجة غياب النجم الكبير ساديو ماني وعدم وجود اللاعب التاني اللي هو جوميز المصاب، واللاعب الإكوادوري المصاب هو الآخر، وده مخلي فريق ليفربول في خبر كان حتى الآن في هذا الأسبوع. يورجن كلوب مش عارفين إيه السبب إنه مش قادر يسيطر على أداء فريق ليفربول في هذا الموسم. ليفربول في مباراة عن التانية بيقدم أداء أسوأ من المباراة اللي قبلها. محمد صلاح مش في مستواه بالمرة، فريق خط الوسط بالكامل مش في مستواه، الدفاع منهار تماما. هل ده الغياب فان دايك عن المباريات؟ مش عارفين نقول ايه بصراحة، ولكن مش هيقدر يخرج ليفربول غير المدير الفني يورجن كلوب، لان الاداء والروح اللي موجودة عند ليفربول مش موجودة من الاساس في هذا الموسم. اللي يشوف هذا الفريق ما يقولش ان ده كان وصيف بطولة دوري ابطال اوروبا في البطولة الماضية، يقول ده فريق بيلعب في دوري الدرجة الثانية في الدوري الانجليزي، وما يصدقش ان ده فريق ليفربول اللي كان موجود في الدوري الانجليزي في الموسم الماضي بيصارع مع فريق مانشستر سيتي على الدوري الانجليزي، وكان بيصارع على دوري ابطال اوروبا لغاية المباراة النهائية اللي خسرها في النهاية بنتيجة 1-0 لصالح فريق ريال مدريد. فعلى ليفربول ان هو يجد ليفربول عشان يقدر ان هو يوصل الى مراكز تلعبه في البطولات الاوروبية في الموسم القادم. بالشكل ده فريق ليفربول حتى مش هيلحق دوري المؤتمر الاوروبي، وهيكون صدمة كبيرة لكل جمهور ليفربول ان فريق كبير زي هذا الفريق موجود فيه نجم كبير زي النجم المصري محمد صلاح ما يوصلش ولا دوري الأبطال ولا الدوري الأوروبي ولا حتى يوصل ليه دوري المؤتمر الأوروبي. هتبقى صدمة كبيرة جدا لجمهور ليفربول اللي اتعود على البطولات في الفترة الأخيرة. وليفربول مهدد من الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ما تعادل في أول لقاء في بنتيجة 2-2، وهيتلعب إن شاء الله مباراة العودة يوم 17/21/23 عشان يعرفوا هل هيتأهل إلى الدور المقبل في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ولا هيخرج من هذه البطولة هي الأخرى. ليفربول أمامه مباراتين صعبتين جدا في دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد في الفترة اللي جاية في شهر 2، وبهذا الأداء هيكون فريق ليفربول برضو خارج بطولة دوري أبطال أوروبا. فليفربول في هذا الموسم موسم كارثي بمعنى الكلمة لفريق ليفربول، فنتمنى له التركيز في الفترة اللي جاية، وعلى محمد صلاح ان هو يخرج من الحالة اللي هو فيها دي. انا وجهة نظري ان كان قرار عدم تجديد محمد صلاح حتى الدقائق الأخيرة في الفترة اللي فاتت كان بسبب ان هو كان متأكد ان ده اللي هيحصل لفريق ليفربول بعد رحيل العديد من النجوم الى فرق تانية، وبعد إصابة كتير من اللعيبة اللي الأساسية في فريق ليفربول، وكان عنده بعد نظر إن فريق ليفربول هيوصل لهذه المرحلة، ولكن إدارة ليفربول ضحكت على محمد صلاح وقالت له إن هي هتعمل صفقات تعوض الناس اللي مشيت، وده اللي ما حصلش مع فريق ليفربول. وفاضل أيام قليلة على الميركاتو الشتوي، فعلى ليفربول إن هو يجيب لعيبة جيدة في هذا الفريق عشان يقدر ان هو ينافس ان هو يوصل لأي بطولة من البطولات الأوروبية في هذا الموسم. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ملخص مباراة فريق برايتون مع فريق ليفربول، المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برايتون في الأسبوع 20 من الدوري الإنجليزي. عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.